الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة كبيرة تجمع بين حامل اللقب ريال مدريد وبايرن ميونخ. وكان الفريقان قد تقابلا في الدور ربع نهائي الموسم الماضي قبل أن يشق ريال مدريد طريقه نحو اللقب الثاني عشر، كما سيواجه ليفربول نادي روما صاحب المفاجأة في لقاء نصف النهائي الثاني. وعقب قرعة دوري الأبطال قال آيرن راش نجم نادي ليفربول السابق إن مواجهة روما هو شيء فريد من نوعه، مؤكدا على أهمية ما يقدمه نجم ليفربول المصري محمد صلاح. بالتأكيد بلوغ نصف النهائي في هذه المرحلة يعتبر شيئا مهما جدا، ولكن أن نواجه روما كذلك سيكون شيئا فريدا من نوعه. بالتأكيد كلا ليفربول وروما سيكونان سعيدان بهذه المباراة، ولكن نتوقع مباراة رائعة بين ناديين كبيران جدا. ليفربول على أرض ميدانها أولا، لذلك سنحاول الحصول على مساندة الجماهير كما كان الحال أمام مانشستر سيتي، ونتمنى الحصول على أفضلية قبل الذهاب لروما. محمد صلاح قام بعمل ممتاز في المباريات الأخيرة، ما رأيك في هذا اللاعب؟ ما مدى وزنه لهذا الفريق هذه السنة؟ لاعب استثنائي فعلا بالنسبة لي، لاعب رائع ممتاز، كان مهما طوال هذا الموسم. الجميع رأى ما قدمه كذلك في أول موسم، رأينا دائما لويس سواريز وفرناندو توريس، وصلاح فعل مثلهما تماما في موسمه الأول بل حتى أفضل. صدقوني في كل مرة يدخل أرضية الميدان نعرف أنه سيسجل أو سيفعل شيئا استثنائيا، هذا موسم رائع له. إذن الآن سنرى ليفربول من جديد يفوز كما عهدنا سابقا دوري الأبطال، ربما سيكون هذا جيدا. بالتأكيد أنا لعبت معهم أمام روما أنذاك عام 84 وكنت قد فزت، أتمنى أن نبلغ النهائي أولا، وعندما يكون لديك